الله يمسيكم بالخير. الله يمسيكم بالخير ويمسي الخير فيكم. لأنه الأيام بتحلى بالإنسان والإنسان بيحلى بالأيام. وأحلى الناس هم البني آدمين وأحلى البني آدمين هم الناس. ومساء الخير على البني آدمين. لا نايمين. نايمين نايمين نايمين. من جديد من جديد بدكم تحفظوها. الله يمسيكم بالخير ويمسي الخير فيكم. لأنه الأيام بتحلى بالإنسان والإنسان بيحلى بالأيام. وأحلى الناس هم البني آدمين وأحلى البني آدمين هم الناس. ومساء الخير على البني آدمين. هيك بتستاهلوا زكف الصحيح. أنا بدي أقدم لكم عرض اسمه سأموت في المنفى بدل فاقد. هو مونودراما يا دكتور محمود، هو مش مونودراما يا روبي، هو حكواتي والله ما بعرف شو هو. أنا كل اللي بعرفه أنه هو يا مسعود عرض مسرحي. أما يعني تقولوا لي مونودراما مش مونودراما بعرفش، مش عشان لحالي اتصال يصير هذا مونودراما على الإطلاق، مش شغلي يا سامي. هذا النص اللي أنا بشتغل عليه مستل من الذاكرة الشخصية، من السجل الشخصي لعائلة غنام، سجل غنام غنام وصابر غنام والدي وخديجة وفهمي غنام أخوي وباقي أفراد العائلة. حدا بده يسألني ليش أنت بدك تشتغل السجل الشخصي وتصدع راسنا فيه؟ إدوارد سعيد المفكر الفلسطيني العالمي قال على كل فلسطيني أن يكتب روايته، وأنا اليوم سأقدم لكم أبطالا تراجيديين بامتياز، ولكنهم لا يحسبون شهداء لأنهم لم يموتوا بالرصاص المباشر، ولا يحسبون ضحايا لأنهم لم يموتوا في المعارك المباشرة، لكنهم ماتوا شهداء نتيجة الضغط والقهر في المنافي. لذلك أنا اخترت أنه يكون العرض بهذه الطريقة، وأنا مسميه عرض 2D. 2D يعني 2 dimensions، يعني بعدين. البعد الأول هو أنا وإنتو، والبعد الثاني هو الحكاية. ورغم أنها حكاية شخصية إلا أنه رح تكتشفوا أنه فيها تقاطعات كثيرة جدا مع حكايات أخرى تهمكم. لذلك بعد ما أخلص هذا العرض وإذا كان في وقت حيل، أي واحد منكم بحس أنه عنده حكاية يمكن أن تعنون به سأموت في المنفى بدل فاقد، يجي على الساحة ويقدمها وأنا بقعد على الكراسي وبتفرج عليه. من هون أيضا ما فيش عندي لا ديكورات ولا إكسسوارات ولا مكملات ولا مكياج ولا كل الحاجات هذه. أنا رح أقدم العرض بهذه الطريقة، لذلك كل واحد منكم بإمكانه أن يتدخل في الحوار أينما أحس بذلك، ويمكن أن يغني إذا حس أني أنا بغني بشع، وهذا شيء طبيعي جدا، خاصة في معاي واحد اتربيت أنا وياه وهو بغني حلو عامر الخفش. بقدرش عامر أغني كتير قدامك، ماشي الحال. لذلك بدك تنقذني لما أبلش أشتغل بالنشازات والأشياء اللي بتعرفها. طبعا. وبدي أقول لكم هيك فضيحة صغيرة، في واحد اسمه حمد الرجعي داعي المهرجان طلب مني أني أختصر العرض لعشر دقائق لأنه وراه دق ورقص. فأنا الحقيقة بدي أقول لك يا حمد الرجعي لن أنفذ لك هذه الوصية. أنتوا زي ما قلت لكم جزء من العرض، وأنا مش راح أستخدم إلا كرسي من كراسيكم. ممكن أخذ كرسي من كراسيكم؟ لا لا، كرسي كرسي كرسي. هذا الكرسي هو اللي راح يرافقني في العرض، وانتوا الآن موجودين في قاعة المغادرين في أحد المطارات، يعني كل واحد منكم يتفقد جواز سفره والفيزا والتذكرة، وأنا راح أدخل على المكان ومن ثم نبدأ. ماشي الحال؟ متفقين؟ يلا الله يمسيكم بالخير. المراحيض المراحيض لو سمحت هناك. حاضر. يا رجل هاي مراحيض النسوان، بدي مراحيض الرجال. الله يخلي لي اياك من هناك من هناك من هناك. طيب يا استاذ الله يبارك فيك، عبين ما اخلص انا من الحمام دير بالك على الحقيبه. انت عارف هلا في بيضلوا يحكوا على المسافرين عدم ترك الحقائب حتى لا تكون عرضه للمصادره والاتلاف، وانت بامكانك على فكره تحكي لهم اللي بدك اياه. انا عبين ما اخلص انت ممكن تحكي لهم حكايتك. تفضل استاذ عبد الحليم ولا يهمك.
فاز عبد الحليم انا عملتها في الشارع لا لا خليه خلاص خلاص عملتها في الشارع على فكرة ولا حمام ولا اشي طبعا بدكم تسألوني ليش انا بخاف على الحقيبة. الحقيقة عندي شوية حكايات مع الحقائب. انا من الاردن في الثمانينيات عنا احكام عرفية. احكام عرفية اللي هي الاحكام العسكرية, يعني اللي ممكن يعتقلك بهفة هيك وما حدش يعرف وين انت. في هذيك الايام كان اللي بيحصل على كتاب ممنوع يا عبد الله سويد ابو زيد خاله, لكن اللي بنمسك معه الكتاب الممنوع لا ابو زيد ولا زير سالم ولا عنتر بيقدروا يطلعوه من 5 سنين سجن. انا في يوم من الايام الرفاق طلبوا مني ان انقل 8 كتب لواحد من الرفاق الاخرين. 8 كتب يا غنام كيف بدك تساوي؟ انا ايامها بشتغل في قطاع المقاولات والبناء. رحت جايب شنطة سامسونايت محترمة, حطيت 8 كتب فيها, أغلقتها وحملتها معاي وسوقت السيارة تبعتي. يومها وأنا في عمان بسوق السيارة تقول في معركة, الناس مدبحة بعض. خطر في بالي سؤال, طيب أنا الآن لو عملت حادث وإجت شرطة السير وشافت الحقيبة اللي فيها الممنوعات راح يتركوني ولا راح يتركوها؟ راح ياخدوني على المستشفى, راح يودوني على السجن وياخدوا الحقيبة كمحترز. عشان هيك أول حاجة عملتها لما وصلت أول ورشة رحت عند المعلم علي. المعلم علي مصري فتح جدع كنت أثق فيه كثير. يا معلم علي الله يخليك, هاي الحقيبة مهمة جدا, دير بالك عليها. ها أنا بغيب شوي بروح على الورش الثانية وبرجع لك. السلام عليكم. مشيت حوالي 4-5 ساعات ورجعت للمعلم علي والشباب. ايش قاعدين على الارض كأن على رؤوسهم الطاير. هاي الحالة بتحصل اذا كان واحد اجت على راسه خشبة طوبة وقعت على راسه, مات واحد منهم, مسمار ضرب واحد من العمال. خفت بس لقيتهم كاملين. معلم علي شو في؟ معلم علي احكي مالكو. قال لي مش عارف اقول لك ايه يا معلمي. شو في يا معلم علي؟ الشنطة اتسرقت يا معلمي. الشنطة مالها؟ اتسرقت يا معلمي. وبتضحك علي يا معلمي؟ لا والله يا حبيبي علي بضحك على اللي سرقها. ليه فيها ايه يا معلمي؟ فيها 40 سنة سجن يا علي. ليه فيها ايه لا سمح الله حشيش؟ لا والله يا علي مش حشيش, فيها شوية. وصرت اتخيل الحرامي اللي سرق الحقيبة اخدها على طرف من اطراف عمان, وطبعا مش راح يعرف الرقم السري تبعها, راح يخلعها لانه العمال المصريين حطوا كل الدولارات اللي جمعوها فيها. لما يلاقيها فيها كتب, واحد من 2 اذا بفهمش بالثقافة والسياسة راح يقول لعنة الله على المثقفين لأنهم بيخربوا شنطة زي هاي وبحطوا فيها 8 كتب, وإذا بيفهم في السياسة والثقافة راح يرميها كأنه فيها لغم. بس هاي مش الحقيبة الأهم في حياتي. الحقيبة الأهم في حياتي حصل معاي الحدث في 2011. كنا يا ابن حسين نازلين من عمان إلى رام الله نعرض مسرحية عايد إلى حيفا. وانت لما تطلع من عمان الى رام الله بتمر عن جسر الملك حسين النقطة الأردنية, وبعدين بتعبر الجسر وبتروح على استراحة أريحة. من استراحة أريحة بتركب الحافلة وبتمشي. انا ركبت الحافلة أريحة, أريحة المدينة اللي انولدت فيها. الله هشام بن عبد الملك المدرسة اللي درس فيها اخوي البحتري, المدرسة اللي درست فيها انا الابتدائي, البريد, بيتنا, بيتنا, بيتنا اللي تربيت فيه, بيتنا اللي طلعت منه قبل 44 سنة, بيتنا بعرفه. 23 درجة بتطلعني على بيتنا, 23 درجة حافظهم عن ظهر قلب, لأني وأنا ولد صغير كنت أحاول أقفز كل درجتين مع بعض ما أقدرش لأنه يضل في درجة لحالها, ولما كبرت شوي كل 3 درجات مع بعض يضل في درجتين لحالهم. بيتنا هنا كنا نسهر, هنا كنا نلعب, هنا كنا نضع أخي الصغير ناصر ونغني له
ناصر كلنا بنحبك ناصر وحنفض بيتنا. آخر مرة نزلت عن هذا الدرج قبل 44 عام في 5 حزيران 1967 كان عمري 12 سنة، وها أنا أصعد الدرج وعمري 56 سنة بعد 44 سنة. صدقوني ما كنت عارف مين اللي بيطلع الدرج، أنا اللي عمري 56 ولا أنا اللي عمري 12. وصدقوني شفت الولد أبو 12 سنة بمرق من جنبي، ما طلعش فيه، ما عرفنيش. المهم أنا لما نزلت على بيتنا الشباب أخذوا الكاميرا تبعتي وهات يا تصوير، فوتوغراف وفيديو، فوتوغراف وفيديو. حتى لما فتشت في الشجرة اللي في حوش البيت لقيت اسمي، أنا كتبته على طولي، لقيت اسمي وين صار عالي. صوروا كل هاي اللحظات بالفيديو والصور. عموما الرحلة كلها كانت 8 أيام موثقة بالفيديو والصور، وهاي حتى العروض اللي عملتها في بيت لحم، في نابلس، في الخليل، في جنين، في رام الله، كلها موثقة. حتى شفتي لأولاد عمي اللي كان صار لي 44 سنة ما شفتهمش في مخيم الجرزون موثقة. حتى زيارة سيدي أحمد البدوي، شجرة سيدي أحمد البدوي موثقة. حدا عمره منكم سمع عن زيتونة سيدي أحمد البدوي؟ طبعا لما نقول سيدي أحمد البدوي دغري المصريين بيصحوا، بس إحنا عنا زيتونة سيدي أحمد البدوي. زيتونة سيدي أحمد البدوي عمرها 5000 سنة. 5000 سنة، هذا الرقم مش من عندي، هذا الرقم أثبتوه اليابانيين الله يرضى عليهم. عملوا فحص مختبري فأثبتوا أنه هذه الزيتونة مستزرعة من 5000 سنة وما زالت تعطي زيتونا وزيتا إلى الآن. ومسماي زيتونة سيدي أحمد البدوي لأنه سيدي أحمد البدوي قدس الله سره كان يأتي إلى فلسطين ليأخذ زيتونه وزيته من هذه الشجرة. في ساق الشجرة الكبير حفرة عمقها 12 متر ردموا اليابانيين منها 11 من ترابها. أنا وقفت في الساق رأيت عربيد حنش هذا الأفعى الكبير تحوم حول الزيتونة. قال لي أهل القرية إنه الرصد الذي يحمي تلك الزيتونة. أنا أخذتني القداسة عندما ترجلت، أخذت حجرا من حوض الزيتونة ووضعته في جيبي وجبت أنينة مي فرغتها وعبيتها من ترابات حوض الزيتونة وسكرتها. لما آن الأوان أني أروح من رام الله إلى عمان حطيت الذاكرة الإلكترونية اللي مفرغ عليها كل الفيديو والصور حطيتها في الشنطة، وحطيت معها الحجر وحطيت معها الأنينة اللي فيها التراب. سلمت هذه الحقيبة بإيدي في استراحة أريحة ورأيتهم يضعونها في الحافلة التي ستقلها إلى استراحة جسر الملك حسين الأردنية، وفعلا سلمتها هنا واستلمتها هناك ورأيتها وهي تنزل من السيارة. ذهبت إلى الجمركي الذي يفتش الحقائب، قلت له تفضل فتش. قال لي الحمد لله على السلامة يا أستاذ غنام، يعني الحمد لله عرفني. قلت له تفضل فتش. قال لي كيف فلسطين وأهل فلسطين؟ قلت له أهل فلسطين مناح رغم كل اللي بمر فيهم، ما تخافش عليهم، تفضل فتش. قال لي يا أستاذ غنام شو بدك تجيب من فلسطين؟ شوية زعتر وشوية ميرمية، توكل على الله روح. حملت الحقيبة مسرعا إلى أهلي وبيتي، قصدي إني أفتح الشنطة أوريهم الحجر وأوريهم الترابات اللي جبتهم معاي من فلسطين وأوريهم الفيديو والصور. فتحت الحقيبة لا شيء، لا الحجر ولا الترابات يا أستاذ مفرح ولا الذاكرة الإلكترونية. طب وين راحوا؟ عرفت فيما بعد التالي، مش أنت لما تسلم الحقيبة في أريحة وتستلمها في النقطة الأردنية بتكون هي لحالها لبالها مرت على نقطة تفتيش إسرائيلية؟ سرقوها، سرقوا الحجر، سرقوا التراب، وسرقوا الذاكرة تماما كما سرقوا الوطن ويريدون أن يمحوا ذاكرته. لكن في هذه اللحظة صرت أتخيلهم لما فتحوا الحقيبة شافوا الحجر ضحكوا، قالوا مهبلهم هالفلسطينيين بضلوا يحملوا حجار من بلادهم، ورموا الحجر خارجا.
شو عملوا فيه؟ رجعوه إلى صدر أمه. بعدين مسكوا الترابات، قالوا مهبلهم الفلسطيني بضلوا يحملوا تراب، وألقوا به خارجا. شو عملوا فيه؟ رجعوه إلى صدر أمه. مسكوا الذاكرة، قالوا أيوة هذه الكنز، حطوها في الكمبيوتر. حينها أحسست بالشماتة فيهم. ليش أحسست بالشماتة فيهم؟ لأنهم لن يجدوا فيها إلا ما يغيظهم. رح يلاقوا فيها غسان كنفاني وجورج حباش ومحمود درويش ووديع حداد وناجي العلي ومرسيل خليفة والشيخ إمام وإبراهيم نصر الله. رح يلاقوا فيها الشهداء، رح يلاقوا فيها أعمال المسرحية، صورة أبوي، صورة أمي، صورة أخوي. لن يجدوا فيها إلا ما يغيظهم. هذه الحقيبة أيضا فيها ما يغيظهم ويسركم ويسرني. فيها ذكرياتي، فليس لدي أعز من الذكريات إلا ما تخلفه الذكريات. فيها أنا غنام غنام، اسمك الكامل غنام غنام، قلت لك الكامل غنام، صابر حسن محمد أحمد مصطفى غنام الثلاثي، تتخوثش غنام صابر حسن غنام، واسم أمي خديجة. ما طلبتش اسم أمك، أنا فكرت أنك بدك تطلبه. من وين؟ من عمان قبل، من جرش قبل، من أريحة قبل، من كفر عانة. كفر عانة أنا لا، كفر عانة تكتب بالألف مش بالتاء المربوطة، الله يخليك، لأنها مأخوذة من اسم الآلهة عانات. إحنا فينيقيين تتفلسفش على ربي. كان هذا الحوار عام 2004. عام 2004 لم أكن مطلوبا، ولكن ابني الله يرضى عليه قدم طلب ليعمل في شركة الاتصالات، فودوا أوراقه على المخابرات، راحت المخابرات جاوبت على والد المذكور مراجعتنا، فرحت. بعد هذا الحوار الطيب بحوالي 4 ساعات كان ذلك المحقق يقول لي: يا سيد غنام أنت إقليمي. إيش يعني إقليمي؟ يعني أنت متعصب لفلسطينيتك. قلت له: طب ممكن تتحملني بس هيك سؤالين؟ قال: اتفضل. قلت له: لما سألتني أنا من وين، قلت لك من عمان ما رضيت، قلت لك من جرش ما رضيت، قلت لك من أريحة ما رضيت، قلت لك من كفر عانة، ماذا سجلت عندك؟ ألم تسجل كفر عانة؟ هل سجلتها لأنك إقليمي أم لأن هذه هي حقيقتي؟ أنا من هناك، أنا من هناك، ولي ذكريات. ولدت كما تولد الناس، لي والدة وبيت كثير النوافذ، لي إخوة وأصدقاء وسجن بنافذة واحدة، لي قمر في أقاصي الكلام ورزق الطيور وزيتونة خالدة. أنا من هناك، أعيد السماء إلى أمها حين تبكي السماء على أمها وأبكي لتعرفني غيمة عائدة. أنا من هناك، تعلمت كل كلام يليق بمحكمة الدم كي أكسر القاعدة. أنا من هناك، تعلمت كل الكلام وفككته ثم ركبته مفردة واحدة: الوطن. الكلام لمحمود درويش. الكلام اللي قلته هذا لمحمود درويش. أنا من هناك، غنام صابر غنام، مولود عام 1955 في أريحة، أصلي من كفر عانة لكنني مولود في أريحة، أعشق أريحة، أحب أريحة لكنني من كفر عانة. ولدت بعد النكبة في 48 7 سنوات عجاف بعد تهجير أهلي من كفر عانة إلى أريحة، فأصبحوا لاجئين. أصبحوا إيش؟ طب هم لاجئين ولا نازحين؟ لازم يكونوا. حدا خطر في باله هذا السؤال؟ لاجئين ولا نازحين؟ شو الفرق بين اللاجئ والنازح؟ ايوه، شوفوا يا سادتي، لنفرض ان هذه خارطة فلسطين. ها، خارطة فلسطين. اهلي هجروا من كفر عانة الى أريحة، من كفر عانة الى أريحة، من كفر عانة الى أريحة،
لم يغادر الحدود الدولية والأمم المتحدة تقول إنه اللاجئ هو الذي يغادر الحدود الدولية أما النازح فهو الذي يبقى داخل الحدود الدولية أنا أهلي ما طلعوا من الحدود الدولية لفلسطين فلماذا أسموهم من اللحظة الأولى لاجئين ما راح نجاوب على السؤال لأنه كلنا بنعرف شو الجواب بعد تلك الحادثة بشهر تقريبا يعني بعد شهر ماي في شهر حزيران يونيو اجتمع ما تبقى من فصائل المقاومة في غزة وأسسوا حكومة عموم فلسطين وهدفها استرداد ما استلب من أرض فلسطين بعد شهر منهم اجتمع الأرستقراط والبرجواز والمتنفذين وأصحاب المصالح في القدس وأرسلوا رسالة للملك عبد الله الأول مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية طلبوا منه أن يرعاهم لأنهم أصبحوا بلا راع الرجل هذا على طول خط وافق وأرسل رسالة إلى الياهو ساسون وزير خارجية الكيان الصهيوني المغتصب في ذلك الوقت وقال له أنه عليكم أن تحترموا رغبة الفلسطينيين في أن أتولى أمورهم لأنهم أصبحوا بلا راع فما كان من الياهو ساسون إلا أن أرسل في اليوم التالي موافقته شريطة أن توقع معاهدة هدنة خلال عامين لم يعد هناك شيء اسمه فلسطين ما تبقى من أرض فلسطين الجيب في جنوب المتوسط منح لمصر على أيام الملك فاروق وصار اسمه قطاع غزة وشوي لموجودات بين طبرية والحولة منحت لسوريا وصار اسمها الحمى السورية والأرض الواسعة اللي غرب نهر الأردن أصبحت الضفة الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية لم يعد هناك على الخارطة شيء اسمه فلسطين يعني الصهاينة أخذوا جزء وأسموه بين قوسين إسرائيل ونحن محونا بأستيكا ما تبقى من فلسطين لنريحهم سواء فعلنا ذلك بحسن نية أم بسوء نية فقد أرحناهم من دبوس يمكن أن يخزهم ليل نهار كيف عملناها؟ كيف عملناها وبالفور نفسه اللي أعطى الوعد قال في وعده إن حكومة جلالة الملك كان أيامها جورج الخامس تنظر بعين العطف والاعتبار لإقامة مقام قومي لليهود على أرض فلسطين إذا بالفور اللي بده يعطيهم الأرض ما لقالهاش اسم إلا فلسطين إحنا بننسحها كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين هي هيك أنا صار عندي أزمة هوية ولدت أردنيا رحت على المدرسة أردني بدرس في المدرسة في منهاج يقول إنه فلسطين أرض شقيقة وإنه الفلسطينيين شعب شقيق وبروح على بيتنا بلاقي أمي بالتوب الفلسطيني اللي مطرز وأبوي عنده جرح من سنة 42 في كتفه وستي بتحكي لي عن خالي اللي استشهد سنة 36 ما حدش يفكر في لحظة من اللحظات إني أتحدث هذا الكلام وأنا ضد أردنيتي أنا أعتز بها جدا ولكن أنا ضد تذويب الهوية الفلسطينية ومحوها لصالح الهوية الصهيونية هذا كل ما في الأمر أنا عربي قومي أنا مغربي فداء لسبتة ومليلة أنا سوري فداء للإسكندرون ولكل شبر منها أنا يمني فداء اليمن وأنا أردني فداء الأردن وفلسطيني فداء فلسطين وأعتقد أنه كل مثقف في العالم يجب أن يكون فلسطينيا إلى أن تتحرر فلسطين ما هو بدك تقول لي طب ليش تحكوا كل هذا الكلام بقولك أنه أنا في سنة 2011 راجع من بيروت على عمان بعد انتهاء إحدى الفعاليات المسرحية وأنا بخاف من الطيارات تفوتني فأنا بروح بكير دائما 4 ساعات قبل الطيارة حتى ما تفوتنيش الطيارة بأخذ معي كتاب الكمبيوتر معاي اللابتوب تبعي معي بشتغل عليه قاعد في الصالة بأمان الله وبسمع النداء التالي انتباه تعلن الخطوط الجوية المصرية إيجبت إير عن قيام رحلتها رقم كذا المتوجهة إلى مطار القاهرة الدولي
على ركاب سرعة التوجه إلى البوابة رقم كذا. فجأة شاب مصري هيك يعني شوي جهم وحاطط الموبايل على كتفه وبقول اسمع محمدين أنا دلوقتي هدخل الطيارة وحافل الموبايل تيجي أنت وأمي والحاجة حماتي ومراتي والعيال للمطار عاوز أخدكم كلكم في حضني اشتقت لكم. من حق أي واحد اتغرب عن بلده يشتاق إنه أول ما يوصل على المطار يحضن مرته وولاده وحماته وأمه. من حقه. شوي أعلنت الخطوط الجوية الصينية عن قيام رحلتها إلى مدينة تشيمن وما تسألونيش البنت الصينية اللي راح تحكي هسا أنا كيف فهمت عليها. اسمع يا حبيبي أنا هلأ طالع على الطيارة وبعد شوي بنقلع 20 ساعة بدي إياك تاخدني فورا على بيت جدي وجدتي اللي تربيت فيه وبعدها بدي تاخدني على قبر جدي وجدتي حتى أزورهم اشتقت لهم. من حق البني آدم اللي بتغرب عن بلده إنه يشتاق للبيت اللي تربى فيه ومن حقه يشتاق ليزور قبر جده وجدته. أنا جدي وجدتي مولودين ومدفونين في بلد ليست موجودة على الخارطة وأبوي وأمي انولدوا في بلد ليست موجودة على الخارطة. فجأة أجاني السؤال الصعب تقول جرس من كنيسة المهد ضرب في راسي هيك تن ولك يا غنام متى ستسمع هذا النداء تعلن الخطوط الجوية الفلسطينية عن قيام رحلتها رقم 1948 المتوجهة إلى مطار الشهيد علي طه على الجميع سرعة متى ستسمع مثل هذا النداء تحتاج إلى معجزة. أنا حكيت علي طه حدا بيعرفه؟ قبل شوي كان في أستاذ هون بقول لي إنه رائدة علي طه إجت قدمت ألاقي زيك فين يا علي. الله يمسيك بالخير يا رائدة والرحمة لروح أبوك يا علي طه أبو سنيني الشهيد علي طه أبو سنيني اللي خطف طيارة ونزلت في مطار اللد 3 أيام وهم يفاوضوا سلطات الاحتلال للإفراج عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين. مرض أحد الركاب طلبوا من الصليب الأحمر أن يدخل لمداواة هذا الراكب بدال الصليب الأحمر ما يدخل. دخل الجيش الإسرائيلي وأطلق النار فورا على المختطفين وعلى الركاب فاستشهد علي طه. بعد 2-3 أشهر من هذا الحدث إذا بتتذكروا الاختيارية اللي زي حكايتي كان في الجيش الأحمر الياباني بيعمل عملية في مطار اللد كانت انتقاما لاستشهاد علي طه ورفاقه. لذلك أنا أفترض أنه إذا عادت فلسطين وعاد لنا هذا المطار المسمى الآن بن غوريون أن يكون اسمه مطار الشهيد علي طه. واحنا اولاد صغار علمونا قصيده للامير الشعراء احمد شوقي بتقول عصفورتان في الحجاز حلتا على فنن في خامل من الرياض لا ندن ولا حسن. اذا هن في منطقه الحجاز على شجره مقشفه ناشفه وما بتسواش اشي. مر على ايكهما ريح سرى من اليمن حيا وقال درتان في وعاء ممتهن لقد رايت حول صنعاء وفي ظل عدن خمائل كانها بقيه من ذي يزن الحب فيها سكر والماء شهد ولبن بحاول يغريهن يتركن الحجاز ويروحن على اليمن لكن احدى العصفورتين والطير فيهن الفطن قالت له يا ريح انت ابن السبيل ما عرفت ما السكن هب جنه الخلد اليمن لا شيء يعدل الوطن. هاي تعلمناها واحنا صغار مش محتاج هاي القاعدة الأساسية. وعموما انت اذا حكيت مع فلسطيني راح تكون حكايته مرة وانا راجع من المطار مرة وهم مانعيني اسافر مرة وهم موقفيني في الحجز مرة وهم حاجزين جوازي. لذلك ما تستغربوش انه حكاياتي في المطار قاعدة بتنحكى هلا. عموما يوم من الايام طالع من الشارقة الساعة 6 الصبح والله سخطني وكتبت على الفيسبوك انه انا مسافر من مطار الشارقه الى مش عارف وين. فاحدى الصديقات من مصر يبدو قرات الستاتوس فراحت وهي فقعتني تلفون قالت لي تروح وترجع لبلدك بالسلامه يا غنام. بلدك قصدي تروح وترجع لبلدك الامارات بالسلامه يا غنام. بلد الامارات يا غنام مش انت اردني؟ انا اردني قصدي يعني فلسطيني ومعاك الباسبور الأردني. ماشي يا ستي غنام ما تحبكاش مش انت بتقول انك قومي عربي وكل البلاد العربية بلدك؟ قلت لها والله مظبوط.
كل البلاد العربية بلدي ما عدا بلدي مش بلدي. قالت لي خلاص يا غنام خلاص ما تعقدهاش تروح وترجع وبلاش بلدك خالص. أجت تتكحلها عورتها طينتها ماشي يا ستي لا إله إلا الله محمد رسول الله على الله على الله تعود بهجتنا والفراح تغمر دارنا البهجة والفراح قضينا العمر والفطل والفراح وضاع العمر هجران وغياب ماماي 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 هذا الموال عارفينه لمين على الله تعود فريد الأطرش اللي لحنا فريد وغناها وديع مظبوط أمي خديجة كانت تغنيه بطريقتها كانت تقول على الله تعود بهجتنا والإفراح يما تغمر دارنا البهجة والإفراح يما قضينا العمر والفطل والإفراح يما وضاع العمر هجران وغياب يما كانت تغني هذا الموال على طريقتها كلما شدها الحنين إلى بكرها أخي فهمي الذي تغرب عنا أكثر من 20 عاما وعندما مات فهمي وشلع قلبها صارت تردد عديدا ترتجله كلما انفردت بنفسها هي يما يا فهمي هي رحت وتركتني يما يا شيخ الشباب لو اشوفك جاي من الباب اتمد ايدك تاخذني امك ما عادت امك كاتلها موتك وهمك يما ريت عذرين تركك واخذني هي يما فهمي اخي الاكبر ذكر امي وابي فهمي المولود عام 1942 في كفر عانا والذي تخرج أدب إنجليزي من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1968 فهمي الذي انضم لحركة القوميين العرب منذ كان يافعا وعندما تخرج من الجامعة التحق بصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبسبب ذلك الانتماء تشرد في البلاد أكثر من 20 عاما في كل عام كان يحمل جواز سفر مختلف كولومبي فنزويلي كوبي عراقي سوري لكنه لم يعد يحمل الجواز الأردني ولم يحمل جواز فلسطين التي كان يناضل من أجل تحريرها بعد أكثر من 20 عاما فهمي قرر أن يعود إلى عمان احنا في عمان معظم أهل بلدنا في كفر عنا ساكنين في مخيم الوحدات والعيلة تبعتنا كلها ساكنة في عمان ظننت أنه قد عاد ليعيش بيننا لكنني اكتشفت عكس ذلك اكتشفت أنه قد عاد ليموت بيننا فسرعان ما رحل فهمي عنا حملنا جثمانه ووريناه في مقبرة سحاب مقبرة سحاب للي ما بيعرفوش الأردن هي أكبر مقبرة عامة في الأردن أكبر مقبرة عامة في سحاب في عمان مدينة أموات سكانها تحت التراب زوارها فوق التراب سكانها ملفعون بالأبيض زوارها ملفعون بالأسود إحنا عندنا الفلسطينية عادي في فجر اليوم التالي للدفن نذهب لزيارة القبر زيارة نسميها فك الوحدة وكأننا بهذا الميت لم يألف منفاه الجديد بعد ذهبنا لزيارة فك الوحدة نتلو بعض الآيات على رأسه ندعو له بعض الأدعية ونقول له والله يا حبيبي يا فهمي امبارح العزاء آلاف آلاف الناس ما شاء الله الناس شو كانت تحبك اسمع يا فهمي أولادك بعينينا يابا ومرتك أصيلة مش راح تفرط فيهم كون مطمن الله يرحمك فجأة يقاطعني صوت بناء القبور اللي بيبني القبور يرحم ما فقدته الله يخلي لك أحبابك بدك تبني القبر ولا تخلوه هيك يعني بعد شهرين زمان تيجي تدور عليه ما تلاقيهوش لا 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 بنبنيه ليش ما نبنيهوش بدك إياه حجر ولا رخام لا لا حجر أحسن والشاهد بلا مؤاخذة بدك إياها رخام ولا حجر لا لا حجر طيب ممكن تعطينا معلومات عنه معلومات يا زلمة صار لهم 20 سنة بيسألونا معلومات عنه مش هن الله يعني مش معقول أنت لا يا حبيبي
هذه معلومات غير المعلومات اللي بطلبوها الجماعة. اسمه الثلاثي فهمي صابر غنام، مواليد 1942، من أي بلد؟ بلزغرة. هاي من أي بلد؟ بلزغرة مصطلح فلسطيني. لما بلتقي أنا وياك بقول لك من أي بلد بدون ما أستصغر مقامك، من أي بلد؟ بلزغرة. فبتقول لي من البلد الفلاني، بقول لك عيلة فلان شو بقرب، بقول لك إحنا بلد صغيري يعني بنعرف بعض منيح. من أي بلد؟ بلزغرة. من كفر عانة. هذا القبر بكلفك. في اليوم التالي جئت إلى المقبرة حاملا شتلة زيتون. ما احنا الفينيقيين من 7000 سنة كل ما ماتلنا واحد عزيز علينا بنجيب شتلة زيتون وبنحطها وين؟ عند شاهدة قبره. قرأت على شاهدة القبر ما أثار دهشتي. المرحوم فهمي صابر غنام كفر عانة. ايه يعني هذا بناء القبور ما سألنيش من أي بلد بلزغرة عشان يتعرف علي، هذا بده المعلومة عشان يكتب على الشاهدة. ونظرت إلى شواهد القبور المحيطة، يافا، حيفا، ساكي، سلمي، الخيرية، الطيري، بير السبع. يا الله يا الله، فلسطين بقراها وبلداتها ودشراتها توزعت على شواهد قبور أبنائها، أولئك الذين لم يستطيعوا أن يعودوا ليصلوا على أعتابها أو يدفنوا في ترابها، حملوا أسماء قراهم وبلداتهم على شواهد قبورهم. وجاءني السؤال المباغت مرة أخرى، ولك يا غنام لو انولدت في كفر عانة ومتت في كفر عانة كان بكتبولك على شاهدة قبرك من كفر عانة؟ بالتأكيد لا. مش مثل فهمي مات في عمان وحجر من سحاب، وغسان كنفاني مات في لبنان وحجر من بيروت، وناجي العلي مات في بريطانيا وحجر من لندن، وهذاك في الولايات المتحدة، وهذاك في فنزويلا، وهذاك في زيمبابوي. ونيالك يا أمير حبيبي، إميل حبيبي الروائي الفلسطيني العظيم، نيالك يا إميل. ولدت في حيفا، كبرت في حيفا، عشقت في حيفا، ناضلت في حيفا، اعتقلت في حيفا، ومت في حيفا، وعندما مت طلبت منهم أن يكتبوا على شاهدة قبرك باق في حيفا. لم يطلب ذلك ليقول إنه من حيفا، بل يقول كنت شوكة في عيون الاحتلال حيا، وها هي شاهدة قبري شوكة في عيون الاحتلال ميتا. حيفا يا حيفا يا ميمتي، بالعين غطيني، ونشح يوم الفشك مرتين عبيني، يا ديرتي حملوا، يا ديرتي شالوا، يا ديرتي واشعلوا في القلب نيراني. نيران، النيران ظلت مشتعلة في قلب والدي صابر غنام منذ أن هجر من كفر عانة عام 48 حتى توفي في جرش عام 1986. كانت تلك النيران نيران الرغبة في العودة إلى كفر عانة، ولكن بعد قليل تحولت إلى نيران الرغبة في أن يدفن جثمانه في تراب كفر عانة. وعندما مات أوصانا إن استطعنا أن ننقل ترابه إلى تراب كفر عانة. النيران لم تكن في قلب أبي فقط، النيران كانت نهايته، فأبي مات حريقا. وقبل أن أسرد لكم كيف مات أبي حريقا، خلوني أحكي لكم عن أبوي وهو صغير. وهو عمره 6 سنين، أبي صابر هو الولد الوحيد للشيخ حسن غنام. الشيخ حسن غنام شيخ طريقة، عدة ورايات وإعلام والله وحضارات واللي بدك إياه. وعمره 6 سنين فجأة في جلب في حوش البيت، ظن أن هناك حضرة نهارية، لكنه اكتشف من عويل النساء أن هناك أمرا ما محزنا مريبا. فجأة جاء رجل من الأقارب بيد خشنة أمسك صابر وقال له: صابر روح ودع أبوك. ليش أبوي؟ وين رايح؟ روح ودعه بل كثرة حكي. أخذوه عند الجثمان المسجى داخل الكفن. بحث ذلك الولد عن كفي والده ليقبلهما، لم يجدهما مربوطتان داخل الكفن. وين دين أبوي؟ بوس وجهه.
قبل وجهه وحملوا الجثمان لا إله إلا الله محمد رسول الله. منذ تلك اللحظة أصبح صابر يتيما، لكن كان حسن غنام قد ترك له قطعة أرض طيبة فيها زرع يستطيع أن يعتاش منه هو ووالدته الحجة حسن، ولكن يبدو أن تلك الأرض أيضا حليت في عينين الجرائد. فجاءه عندما أصبح في التاسعة من عمره وكان أطول من أقرانه قليلا، جاءه صاحب اليد الخشنة نفسه وقال له يا صابر اتروح على يافا. طبعا بروح يافا، بس بتودوني على المنشية أوكل مشاوي بنوديك، وبتودوني أركب حنطور بنحنطرك، وبتأخذوني على السينما عشان أسمع أغاني عبد الوهاب، كان يعشق عبد الوهاب. ماشي، بس بدنا نوديك في الأول على عمك القاضي. عم القاضي؟ هذا صاحب أبوك عمك القاضي. إذا سألك قديش عمرك شو بتقول له؟ بقول له 9 سنين ونص. لا 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 لا، بتقول له 13 سنة. ول أنا كبرت بهالسرعة. كبرت يا صابر، كبرت. وإذا سألك بتستحلم يا صابر، بتقول له 2 مرات في الأسبوع. شو بستحلم هذه؟ أنت مش شغلك، بس قول له بستحلم 2 مرات في الأسبوع. خلصنا يا صابر. يلا لبسوه، حطوا عقال ولبسوه الملابس الفلسطينية الفلكلورية وأخذوه، بدا كشاب يافع. ذهب عند القاضي، قال له القاضي يا صابر كم عمرك؟ قال له 13 سنة يا سيد القاضي. قال له صابر طيب بتستحلم أنت 2 مرات في الأسبوع يا سيد القاضي؟ طب هات يا صابر إصبعك عشان بدك تسألني بدي أتجوز ولا لا؟ قال له ليه؟ عشان أقولك جوزني طنيب على ولاياك. بصم صابر اللي عمره 13 سنة زورا على ما يملك صابر اللي عمره 9 سنين حقيقة، وخرج من عند عمه القاضي لا أكل لحم مشوية ولا ركب حنطور ولا راح على السينما، خرج فقيرا لا يملك شرو نقير. وبدأت منافي صابر غنام منذ تلك اللحظة بين أهله وعائلته وعلى أرض بلده. لكن سبحان الله الزلمة هذا كثير غريب، كيف كبر؟ كيف صريح كإنجليزي لبلب؟ كيف صار هو أفتح واحد في البلد ما بتعرفش؟ أول واحد لبس بنطلون في البلد، كانوا يلبسوا سراويل. أول واحد اشترى جرامافون في البلد، أول واحد اشترى راديو، أول واحد من الفقراء بنى بيت وستاب القرنين ودفع مهر أمي 22 جنيه فلسطيني، جنيه ينطح جنيه، وهذولا كان ممكن يفتح المصنع. عندما أصبح عجوزا أصابه السكري وأصابت ساقه الغرغرينة، فبترت ساقه من أسفل الركبة فأصبح ضعيفا، يعني لا يستطيع أن يفعل الشيء الكثير. كان يقضي وقته في الحاكورة حوش البيت يرعى الشجيرات، وفي يوم وفاته كان يجمع القش الجاف الأعشاب الجافة في الحاكورة، كومها وأشعل النار فيها، فشبت النار في ثوبه الذي كان به نسبة عالية من النايلون ومات. لكن اسمحوا لي أحكي لكم عن آخر 15 يوم في حياة صابر. قبل 15 يوم من وفاة صابر اعتقلت المخابرات أخي الأصغر ناصر بتهمة النشاط السياسي في جامعة اليرموك. من الطبيعي إنه جهة أمنية تعتقل واحد ناشط سياسي في الجامعة، لكن اللي مش طبيعي غير الطبيعي إنه يكون المحقق الذي يتولى التحقيق وتعذيب ناصر هو ابن جيراننا، يعني يعرفنا بالتفصيل الممل، يعني كان لما تغيب عليه معلومة يعزم حاله على فنجان قهوة عند صابر غنام ويقعد عنده في البيت. أبو فهمي كيف حال فهمي؟ شو أخباره؟ إن شاء الله شغله منيح. غنام شو أخباره؟ إن شاء الله قرايته منيحة. ناصر شو بتسوي؟ فهيمي شو بتسوي الأيام؟ يسأل عنا كلنا. أنا كنت أغتاظ، أقول يا أبا مشان الله ارحمني، كيف تجعل هذا النجس يدخل بيتنا ويسألك هذه الأسئلة؟ يقول لي يا أبا أنت بتفكرني هبيلي، أنا بأخذه على البحر وبرجعه عطشان، والله ما بأخذ ولا معلومة، بس يا أبا هذا بنجس البيت. يقول لي يا أبا أنا أدخله البيت كرامة لأبيه، فأبوه فلاح من جيراننا طيب يده خضراء، ولا أستطيع أن أخذل ذلك العجوز، لذلك أستقبل ابنه رغم كل ما فيه. المهم كل يوم هذا المحقق
يعطي أخوي التحقيق اللي يحبه قلبك والطريحة والقتل اللي يحبها قلبك ويروح على المكتب ويطلب رقم بيت الصابر غنام ويقول اسمع أبو فهمي هذا ابنك حمار كل التنظيم اعترف وهو مش راضي يعترف والله غير يضيع مستقبله. كل يوم يحكي مع أبوي هاي المكالمة. في اليوم 14 كان كأنه هالمحقق تعب شوي فأخذ أخوي ووداع المكتب وطلب رقم البيت قال له بدك تحكي مع أبوك هسه يا ناصر اسمع أبو فهمي هذا ابنك الحمار مش رادد علينا خذ انت احكي معاه وعقله بالك رجع عقله لراسه احكي مع أبوك. ناصر حكى كلمتين فقط مرحبا يابا. أبوي حكى جملة واحدة فقط اسمع يابا أنا ربيت رجال الله يرضى عليك وأغلق الخط. في تلك الليلة اغتاظ المحقق فأضاف عذاباً استثنائياً لبدن أخي الذي لم يستطع أن يغفو لحظة واحدة نتيجة الألم الموجود في جسده ولكن والدي أيضاً لم يغمض له جفن نتيجة النار التي اشتعلت في قلبه. وأكاد أجزم أن النار في اليوم التالي لم تكن هي التي قتلت أبي لكن النار التي أحرقها أشعلها ذلك المحقق الحقير في قلب أبي هي التي قتلت صابر. أيها الرجل المديد الشهيد الشفيف العفيف الذي تحتار كلماتي كلما تحدثت عنه ماذا كنت تغني وأنت تلملم قش الحكورة في اليوم الأخير؟ هل كنت تغني أغنية عبد الوهاب الأثيرة إلى قلبك؟ طول عمري عايش لوحدي فريد ورابي بحالي ورابي بحالي. صابر أوصيتني أن أحمل ترابك إلى تراب كفرعان وأدفنك فيها. صابر بدك تعذرني لن أستطيع أن أفعل ذلك لن أستطيع أن أنفذ وصيتك يا أبي. أتعرف لماذا؟ لأنني مثلك سأموت في المنفى سأموت في المنفى ويحمل نبأ وفاتي 3 إعلانات في الجرائد الأردنية الأول من نقابة الفنانين بصفة العضوية والثاني من رابطة الكتاب بصفة العضوية والثالث من أهلي حتى يحددوا مكان العزاء. أهلي هذول كانوا محتارين يقولوا هالمجنون غنام هذا لاحق لنا المسرح كيف يدبر حياته ما حدا بارك. وعلى كل الأحوال سيكتب في الفيسبوك الكثير وشباب كثير رح يشيروا مات غنام مات غنام مات أبو غسان. واحد من اليساريين العقر هذول يعني الشديدين يقول لهم يا جماعة الخير والله فكرت اللي مات جيفار عملتوا لنا ياشو. سيحضر جنازة ولدي الوحيد غسان وسيتعذر الأمر على ابنتي إيفا ورينا أن تحضرا من فلسطين من ترشيحة بسبب الاحتلال تماما كما تعذر علي الأمر أن أحضر زفافهما بسبب الاحتلال. وستتأخر ابنتي نايا عن الجنازة بسبب الطيران وسيحضر تلك الجنازة مجموعة من الرفاق الذين كنا نحلم بتحريرها معا ومجموعة من رفاق المسرح الذين حلمنا بمسرح مختلف معا والأولاد الشباب تبعين المسرح الجداد اللي بيقولوا لي يابا كلهم راح يحضروا. وبالمصادفة سيأتي في ذلك اليوم اثنان واحد يحمل رمانتين من قلقيليا والثاني يحمل ليمونتين من يافا يأتيان بها إلي فيجدان بأنني قد رحلت يوزعانها على باب المقبرة. يحملني الرفاق والأصدقاء وسيجدون بأنني أخف بكثير مما كانوا يعتقدون ويضعون الجثمان عند الحفرة. يقول حفار القبور الله يرحم ما فقدته يا جماعة الخير بس الملقن لو سمحتوا يجي هون. الملقن قال ملقن ملقن يا شباب ملقن ما في شو الملقن كلهم شيعيين الله وكيلك ما في واحد منهم لا بعرف ملقن ولا بعرف غيره يا عمي ما بنعرفش نلقن. على كل هناك جار للمقبرة يلقن لوجه الله ويأخذ الأجر فبيجي الجار مسرح هذا بده يأخذ الأجر السلام عليكم ورحمة الله يرحم ما فقدته يا جماعة الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بيطلع له شاب من الشباب جال لحظة لحظة يا شيخ هذا غنام اللي مات معقول؟ الله يمسيك بالخير ويمسي الخير فيك يا غنام لأنه الأيام بتحلى بالإنسان والإنسان بيحلى بالأيام وأحلى الناس هم البني آدمين وأحلى البني آدمين هم الناس ومساء الخير عليك يا غنام. إيه ببلعها الشيخ الملقن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا هناك أخلد نواس هذا صديق لنا هيك ساخر والعين والدين بضحك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ولك شو أخلد اسكت يا عم عيد ولك أسر مش قادر يا أخي لماذا تضحك ها؟ ألا تحترم المتوفى؟ ألا تحترم الجنازة؟ ليش بتضحك ها؟ شو في؟ أقول له احكي له يا أخوي يا ملقن هذا غنام كل ما مات مثقف ولا يساري في عمان هو اللي بيعمل التأبين والله قاعد بفكر مين اللي بده يعمل تأبين غنام هسه ماني عارف. ضحك الجميع بلعها الملقن على اعتبار أنها نكتة سمجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلع له شاب من هون حول يا غنام حول بات الليلة هين قل لي يا غنام بالله يا إخوان حرام عليكم اللي بتعملوه يا إخوان ما بصير هيك بكفيش إنكم لافينه بكفن مكتوب عليها أشعار وأبيات غزل واحد بغني له واحد بيحكي له قصيدة شعر واحد بيضحك يعني عندما يأتيه الملكان الرفيقان ويسألهما ربك ما دينك ما إلهك ما كتابك شو بده يجاوبهم على بلد المحبوب والديني ولا حول يا غنام أقولكوا خذوا الميت تبعكوا ادفنوا بلا تلقين الله لا يردكم ولا يردوا ويدفنونني دون تلقين. في اليوم التالي أسمع أصوات غسان وأهلي الله يرحمك يابا الله يسهل عليك والله يابا طلعوا محبينك أكثر الحمد لله رب العالمين والله مبارح ما لحقنا يابا كون مطمن يابا أنا خواتي في عيني بس خواتي اللي بفلسطين مسكنات قلبن تشلوع فبعتن على الواتساب يعني رسالة صوتية وقالن لازم أسمعك إياها اسمع يابا يابا الله يرحمك ويسهل عليك يابا احنا بنحبك دير بالك على حالك والله لو عندي واتساب لجاوبتن وقلت لهن أنا بخير انتوا ديروا بالكم على حالكم مسخمين وأسمع الحوار بين بناء القبور وابني بدك إياه حجر ولا رخام بدك الشاهد حجر ولا رخام من أي بلد بلا زغرة وقديش رح يكلفوا وفي المساء أسمع أصوات الفؤوس والمجارف والعمال وهم يعملون في بناء القبر وأشهد بالله إن سمعتهم بيحكوا نكت سكس وهم بيبنوا في القبر ولاد الكلب فاهم؟ وبعد أن ينتهوا من العمل تخرج روحي لتتفقد المكان أنظر إلى الشاهدة أقرأ عليها المرحوم غنام صابر غنام من كفر عانة يا الله لم ينسوا أن يضعوا كفر عانة على شاهدة القبر الحمد لله اسمع أنا لما هيفة ضيعي أي حاجة جواز سفر هوية شو بتسوي لا ما لقيتهاش شو بتسوي بتبلغي لما تطلعي بدالها شو بتسموا البدل تبعها بدل فاقد اذا احنا لما نضيع يعني وثيقة مهمة بنروح بنطلع بدل فاقد اشعر بانني انا بدل فاقد جرش التي تربيت بها هي بدل فاقد عن كفرعان التي كان يجب ان اتربى فيها اريحة التي ولدت بها هي بدل فاقد عن اريحة عن كفرعان التي كان يجب أن أولد فيها بنت الجيران اللي حبيتها في جرش هي بدل فاقد عن بنت الجيران اللي كان لازم أحبها في كفرعانة فرحة الثانوية اللي فرحوها معي أهل جرش هي بدل فاقد عن فرحة الثانوية اللي كان لازم يعني تكون في كفرعانة المرأة التي تزوجتها وأنا في جرش هي بدل فاقد عن المرأة التي كان يمكن أن أتزوجها في كفرعانة الأولاد الذين أنجبتهم في جرش وعمان هم بدل فاقد عن الأولاد الذين كان يجب أن أنجبهم في كفرعانة حتى مهنتي كممثل وكمسرحي كان يمكن أن تختلف لو بقيت في كفرعانة كان ممكن أكون مدرس كان ممكن أكون سائق حافلة كان ممكن أكون أي حاجة ربما أن الهجرة وظروف فلسطين هي التي جعلت مني مسرحيا والسؤال الذي يؤرقني هو أنا الآن لما أموت من الذي يموت غنام الأصلي ولا غنام اللي بدل فاقد هذا هو السؤال شكرا لحضوركم جميعا